أهلا بيكم. النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة متكررة أو سؤال متكرر بالنسبة للناس اللي بتعدي سن 40 سنة. بعد سن 40 معظم الأشخاص بيلاحظوا إن هم لما يجوا يبصوا على الحاجات القريبة زي الموبايل أو كتب أو حتى في لضم الإبرة أو في تنقية الرز، الحاجات القريبة اللي هي تقريبا مسافتها 33 سنتي، خصوصا في الحاجات اللي فيها تفاصيل، بيلاحظوا إن هم ما عادوش قادرين يشوفوها كويس زي الأول. ايه سبب القصة دي وايه حلها؟ عدسة العين الطبيعية قبل سن 40 بيكون عندها القدرة ان هي تغير القوة بتاعتها بحيث ان احنا نقدر نشوف الحاجات البعيدة والحاجات القريبة بشكل واضح. بعد سن 40 عدسة العين الطبيعية بتفقد المرونة او قدرتها على التكيف دي. اللي بيحصل ان احنا بنقدر نشوف الحاجات البعيدة بشكل واضح، لكن الحاجات القريبة بتبتدي العدسة بتاعت العين ما تقدرش ان هي تغير قوتها عشان نقدر نشوف الحاجات القريبة بشكل واضح. المشكلة دي بتظهر من سن 40 ل 45 سنة. ممكن تكون او تظهر بدري شوية او متأخر شوية حسب نوع عيب الإبصار اللي عند الشخص. يعني الناس اللي عندهم قصر نظر ممكن القصة دي تتأخر عندهم شوية، لكن الناس اللي عندهم طول نظر القصة دي بتظهر عندهم بدري شوية. طب ايه حل المشكلة؟ حل المشكلة إن إحنا بنعمل نظارة للقراءة. النظارة دي بنلبسها بس في الحاجات القريبة اللي هي زي ما قلنا الموبايل، في القراية، في لطم الإبرة أو حتى في تنقية الرز، اللي هي أي حاجة قريبة مسافتها 33 سنتي. طيب هل الليزك بيصلح المشكلة دي؟ لا. أغلب أنواع الليزك اللي هي منتشرة حالياً أو اللي هي موجودة مش بتصلح غير للعيب الإبصار على المسافات البعيدة، لكن المسافات القريبة برضو هنحتاج إن إحنا نلبس فيها نظارة للقراية. يبقى المشكلة دي مشكلة بسيطة طبيعية بتحصل في كل الناس أو أغلب الناس بعد سن 40 سنة، وحلها بسيط جداً إن إحنا نلبس نظارة للقراية أو للحاجات القريبة. ألف سلامة على عوينات أهالينا.